أنا أخطأت من 15 سنة لما قررت إن أنقذ حياته أكتر من مرة، ولو رجع بيا الزمن تاني هكون أول اللي يشجعه على موته. إسرائيل لازم تحدد مهلة زمنية عشان يجبروا حماس إنهم يطلقوا سراح الرهائن، ولو رفضوا فلازم وفوراً يبدأوا في إعدام القادة في السجون، وأولهم والدي الشيخ حسن يوسف. الكلام اللي حضرتك سمعته دلوقتي كان عبارة عن تحريض صريح بالقتل، يعني واحد بيحرض إسرائيل إنهم يقتلوا أبوه لو حماس ما أفرجوش عن الأسرة، ومش أبوه بس، ده كمان بيحرضهم يقتلوا جميع قادة حماس. والكارثة والمفاجأة بالنسبة لك لما تعرف إن الكلام ده ما تقالش من حد عادي، ده تقال من ابن أحد مؤسسي وأهم قادة حماس، وهو الجاسوس مصعب حسن يوسف ابن الشيخ حسن يوسف. الحكاية بدأت سنة 1978، وتحديدا من قرية اسمها قرية الجانية، ودي موجودة في غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وده المكان والزمان اللي اتولد فيه الجاسوس مصعب حسن يوسف داود. وقبل ما نتكلم عن مصعب لازم الأول تعرف الحالة أو الصورة الكاملة اللي كانت حواليه. اتولد مصعب في عيلة وأسرة متدينة لأبعد مما تتخيل من لحظة نشأته، وفتحت عينيه على جده الشيخ يوسف داود، جده اللي كان إمام مسجد القرية وصاحب الوجه البشوش والصوت العذب جدا في قراءة القرآن الكريم، لدرجة إنه كان أول ما يبدأ يقرأ القرآن كان كل أهل القرية يتلموا حواليه من جمال وحلاوة صوته. وما كانش بس مجرد إمام، ده كمان كان مأذون مكفن ومغسل، وأي حد في البلد يحصل عنده أي مشكلة كان الكل يجري عليه عشان يحلها له، يعني راجل كان مثال وقدوة مفيش أحسن من كده. في نفس الوقت وزي ما عينه فتحت على جده، عينيه التانية فتحت على أبوه الشيخ حسن يوسف داود. الشيخ حسن واللي بعد ما خلص دراسته في أصول الدين اتعين إمام لمسجد البلدة القديمة في رام الله، ومشي على نفس النهج وبقى صورة طبق الأصل من أبوه. بعدها قرر الشيخ حسن يوسف إنه يكمل دراساته الإسلامية العليا، راح جاي واخد بعضه ومسافر على الأردن سنة 1974. في الوقت ده تحديدا كانت بدأت تظهر بوادر أو بذرة تكوين حركة الإخوان المسلمين في الأردن، فبدأ الشيخ حسن إنه يتداخل معاهم، وكان معجب جدا بأفكارهم وحالتهم التنظيمية داخل الأردن، وعشان كده قرر إنه أول ما يخلص دراسته ويرجع على بلده هينفذ نفس الأفكار اللي شافها في الأردن لكن على أرض فلسطين. واللي كان مشجعه على كده وبيأيده في كل أفكاره واحد اسمه الشيخ إبراهيم أبو سالم، وده كان واحد من أهم قادة ومؤسسي حركة الإخوان المسلمين في الأردن. المهم إن الشيخ حسن يوسف وأول ما خلص دراساته الإسلامية العليا راح واخد بعضه وراجع مرة تانية على فلسطين، ولكن رجع ومعاه صديقه الشيخ إبراهيم أبو سالم، وكان الكلام ده سنة 1977. وأول ما رجع من الأردن قرر الشيخ حسن إنه يتزوج، وفعلا تزوج من السيدة صبحة أبو سالم أخت صديقه الشيخ إبراهيم أبو سالم، واللي بعد أول سنة من زواجهم رزق بابنهم الأكبر مصعب حسن يوسف. وبعدها سنة ورا سنة ربنا رزقهم بتسعة من الأبناء، وهم مصعب وسبيلة وصهيب وتسنيم ومحمد وأنهار وأويس ونصر الله، وكانت شهرته ناصر. باللي قلته لك دلوقتي عايز حضرتك تتخيل معايا كده الشكل العام أو التكوين بتاع الأسرة. الأب بيشتغل وظيفتين عشان يقدر يصرف على أسرته، وفي نفس الوقت بيسعى بكل قوته لتنظيم الحركة الإسلامية عشان يبقى لهم القوة والتأثير داخل فلسطين. ومن ناحية تانية أم قوية جدا متدينة جدا ونجحت فعلا إنها تزرع في أولادها كل الصفات والأخلاق الحسنة. ومن ناحية تالتة كانت الحركة الإسلامية بدأت تاخد شكل تاني من التنظيم والقوة، وكمان كانت بدأت الأعداد تزيد فيها كل يوم عن التاني، فمع ازدياد العدد وبمرور الوقت بدأت الآراء تنقسم داخل الحركة لقسمين. القسم الأول كانوا شايفين إن السياسة هي الحل الأنسب والأفضل في التعامل مع العدو، أما القسم التاني فكان رأيهم مغاير تماما، وكانوا شايفين إن مفيش أي حل إلا القوة والسلاح. المهم إن الرأيين دول فضلوا على اختلاف لسنين لحد ما وصلنا لسنة 1986. في الوقت ده اتعمل اجتماع سري جدا جدا في مدينة الخليل اتعرف باسم اجتماع السبعة. بعد ما خلصوا اجتماعهم اتفقوا كلهم على قرار واحد، وهو قرار المواجهة مع إسرائيل. ومن اللحظة دي وبعد الاجتماع كان ميلاد حركة حماس على إيد السبعة، وأصبح الشيخ حسن يوسف واحد من أهم وأبرز مؤسسي وقادة حركة حماس، وبالتالي أو بالتبعية أصبح مصعب هو الابن الأكبر لواحد من أهم قادة حماس. يدوب عدى كام شهر بعد تأسيس حركة حماس
وقامت أو اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وكان مصعب في الوقت ده وصل عمره لعشر سنوات، والأول مرة كان بيشوف قدام عينيه آلاف من الشعب الفلسطيني وهو بينتفض، وهو نفسه كان واحد من أطفال الحجارة، ويدوب يعدي كام يوم على الانتفاضة ويتفاجئ مصعب والأول مرة بجنود الاحتلال وهم هاجمين عليهم جوه بيتهم وبيكسروا الباب واخدين أبوه وبيعتقلوه قدام عينيه، ولا كان يعرف أبوه اتقبض عليه ليه، ولا واخدين ورايحين بيه على فين، ولا أي شيء. وبعدها بدأت المعاناة، وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه كان كل يوم والتاني ياخد بعضه ويطلع لمكتب الصليب الأحمر عشان يسأل على مكان أبوه، وفي كل مرة يروح يسمع نفس الإجابة: أبوك مسجون عند الجيش الإسرائيلي وما نعرفش عنه أي حاجة. وفضل على الحال والمرار ده لمدة 60 يوم، لحد ما في الآخر عرف أن أبوه معتقل في مكان اسمه معتقل المسكوبية، وده كان واحد من أهم مراكز التحقيق التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي الشين بيت. وكانت الكارثة والمشكلة بالنسبة لهم أعظم لما المحامي بلغهم بأن مفيش أي أمل لخروج والدهم في الوقت الحالي. وكل الأحداث اللي بحكيها لك دي كانت بتتزامن مع الأوضاع اللي كانت كل ساعة والتانية بتشتعل أكتر من الأول، ما بين إضرابات وعصيان مدني ومدارس اتقفلت ومصانع وقفت وكمان اعتقالات بالجملة، يعني حالة من اليأس عايشها الشعب كله، وطبعا كان من ضمنهم بيت مصعب حسن يوسف، واللي طبعا ما كانش فيه اي حد بيشتغل في البيت غير الاب، والاب خلاص اتسجن، اذن مصدر الدخل توقف تماما. وصلت للدرجة ان والدته من شدة الاحتياج كانت بدأت تصنع الحلويات وتديها لمصعب عشان يروح يبيعها للعمال في المدينة الصناعية، وبقى مصعب كل يوم يروح المدرسة الصبح يرجع اخر النهار ياخد اطباق الحلويات اللي والدته بتعملها ويطلع يلف على المصانع او على المحلات عشان يبيعها ويرجع بتمنها. فضلوا بقى على الوضع ده كتير، فضلوا على كده لمدة 18 شهر كاملين داقوا فيهم الامرين، لحد ما في النهاية واخيرا افرجوا عن والده الشيخ حسن يوسف في نهاية سنة 1989، ولكن مفيش ولا مرة كانت فرحتهم بتكمل. يدوب والده يخرج من الاعتقال اي حاجة تحصل في البلد يعتقلوه مرة تانية تحت مسمى أو ادعاء الاعتقال الإداري، ولك أن تتخيل أن خلال الفترة من 1989 لحد سنة 1992 يتم اعتقاله 6 مرات خلال 3 سنين فقط، واللي زاد وغطى أنهم جم في النهاية وأصدروا قرارهم بإبعاد الشيخ حسن يوسف ومعاه 415 من قادة حماس والجهاد الإسلامي خارج فلسطين، وفضلوا مبعدين لحد سنة 1994. وخد بالك أنا بحكي لك التفاصيل أو بقول لك الأحداث دي كلها عشان تعرف بنفسك التركيبة الكاملة اللي كانت بتدور قدام عيون مصعب اللي كان شايف وشاهد على كل البلاوي السودة اللي كانت بتحصل ضد أبوه وأهله وبلده كلها على إيد الاحتلال. المهم يا سيدي إن تعدي الأيام لحد ما يجي يوم السبت 4 نوفمبر سنة 1995، اليوم اللي يحصل فيه الحدث اللي كان سبب في كارثة داخل فلسطين، وهو حادث اغتيال إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي. بعد الحادث ده ما حصل، الإسرائيليين كانوا مرعوبين من حالة العنف اللي ممكن تحصل في البلد، وعشان كده اتضغط على السلطة الفلسطينية واللي كان وقتها برئاسة ياسر عرفات عشان يمنع أي حادث عنف، وفي نفس الوقت يمنع أي احتفالات في الشوارع الفلسطينية بمناسبة موت إسحاق رابين. وللأسف الشديد اضطر وقتها ياسر عرفات أنه يعتقل عدد كبير من قادة حماس والجهاد الإسلامي والشباب الفلسطيني، وطبعا كان من بينهم الشيخ حسن يوسف والد مصعب. وللأسف الشديد تاني دي كانت المرة الأولى أن فلسطينيين يعتقلوا فلسطينيين زيهم سياسيا، وللسبب ده زاد العنف في البلد أكتر وأكتر، وده بعد ما تم اتهام السلطة الفلسطينية أنهم خاضعين أو موالين للإسرائيليين. كل اللي كان بيحصل ده كان سبب في زيادة الكراهية والحقد والغل جوه قلب مصعب، وكان على يقين ان كل البلاوي السودة دي سببها الاسرائيليين، يعني قتلوا ولادها واحتلوا ارضها، وسبب كمان في الوقيعة ما بين السلطة وحماس والشعب الفلسطيني. وعشان كده وللاسباب دي وعلى الرغم ان عمره في الوقت ده كان يدوب 17 سنة الا انه والاول مرة قرر يشتري سلاح وصمم ان هو كمان لازم يشارك في العمليات المسلحة، ومن لحظة ما فكر او اخذ القرار في شراء السلاح وحياته بالكامل اتقلبت رأسا على عقب. مصعب كان ليه واحد صديقه اسمه ابراهيم كسواني، فجي في يوم من الايام قرر انه يبوح بالسر اللي جواه لصديقه ابراهيم وقال له انه عاوز يشتري سلاح، فتفاجأ ان صديقه هو كمان عايز يشتري سلاح،
لكن الاتنين لا عارفين هيجيبوه منين ولا هيجيبوه ازاي. فمصعب قال له مادام ما عندكش حل وانا كمان مش عارف اتصرف، محدش هيحل لنا الموضوع ده غير ابن عم داود. راح جاي واخد صاحبه وطالع بيه على ابن عمه. داود ده تقدر تسميه كده انه كان مخلصاتي، يعني هو اللي هيعرف يتصرف ويجيب من الاخر. والحقيقه ان ظنه في ابن عمه كان في محله. اول ما بلغه راح جاي واخدهم هما الاتنين وطالع بيهم على نابلس. هناك قابل واحد اشترى لهم منه 3 حتت سلاح، حتتين عبارة عن رشاشين، واحد من طراز جوستاف M45 والتاني من طراز بورسعيد، وكانت الحتة التالتة عبارة عن مسدس صغير. وبعد ما خلصوا وقبل ما يتحركوا خطوة واحدة، داود نبه على ابن عمه قال له اوعى اي حد يعرف ان معاك سلاح، اوعى تنسى انك ابن الشيخ حسن يوسف، يعني لازم تفهم انك متراقب بنسبة 100%. وبالفعل مصعب كان حذر وحريص جدا جدا لأبعد مدى، عمل حسابه على كل حاجة إلا حاجة واحدة هي غباء صاحبه. في يوم من الأيام قاعد في البيت لا بيه ولا عليه، لقى جرس التليفون بيرن، رفع السماعة لقى على الخط التاني صديقه إبراهيم كسواني، وقبل ما يبدأ ينطق لقى سيل من الغضب والشتايم. إحنا اتنصب علينا، أنت وابن عمك السبب، حتتين السلاح اللي اشتريناهم طلعوا مش شغالين. وكل ده ومصعب بيحاول بقدر الامكان يسكته عشان ما ينطقش بلسانه كلمة سلاح، كل خوفه ان جنود الاحتلال يكونوا مراقبين التليفون. فلما ملقاش اي فايدة ولا اي مفر راح جاي قافل السماعة في وشه، وللأسف اللي كان خايف منه هو اللي حصل. يدوب عدى يومين وقوة من جيش الاحتلال هجموا على بيت ابراهيم كسواني واعتقلوه، وهم بيفتشوا البيت لقوا السلاح. جايب السلاح ده منين؟ قال لهم مصعب. ويدوب تعدي كام ساعة ومصعب هو كمان يتقبض عليه، فجأة يلاقي مجموعة من جنود الاحتلال مكلبشينه مغميين عينيه ورميينه جوه عربيتهم واخدينه على السجن عشان بعدها تتقلب حياته وتبدأ معاه رحلة الجحيم. مصعب وأول ما وصل السجن بص لقى نفسه مرمي في زنزانة والضرب نازل عليه من كل اتجاه لحد ما فقد الوعي، وكل ما يفقد الوعي يفوقوه برضه بالضرب. 48 ساعة مفيش أي حاجة بتحصل له غير إنه بيتضرب وبس. بعدها راحوا جايين واخدينه ودخلوه على مكان بالبلدي كده اسمه كرسي التشريفة. كرسي التشريفة ده عبارة عن إنهم بيجيبوا المسجون يقعدوه على الكرسي، بعد كده يجبروه على الانحناء لحد ما راسه تبقى في مستوى ركبته، بعد كده يجيبوا ايديه اليمين وايديه الشمال يدخلوها من تحت الكرسي ويكلبشوها، وبالتالي يفضل السجين قاعد على الكرسي ودماغه تقريبا لمسه ركبته، وهي يدوب دقايق ويبدا السجين او المعتقل يحس كان فيه نار بتشوي في ظهره. يفضل بقى على الوضع ده الى ما شاء الله، يوم 2 3 10 وما يتفكش من التكتيفة أو من الوضعية دي إلا مرة واحدة كل 12 ساعة، مرة الصبح عشان الوجبة الأولى ومرة بالليل عشان الوجبة التانية. يدخل عسكري إسرائيلي يفك الكلبشات ويقول له قدامك دقيقتين، خلال الدقيقتين دول تكون كلت وأعزكم الله دخلت الحمام، وسواء خلص أو ما خلصش يروح جاي واخده ومقعده على الكرسي ومرجعه لنفس الوضعية مرة تانية. وبعد التعذيب ده كله بيكون خلاص المعتقل أو المسجون وصل لحالة من حالات تيبس العظام. بعدها يروحوا جايين واخدينه ومدخلينه على أوضة تانية عبارة بالظبط عن متر في متر، في اتجاه محطوط مبرد او مكيف هواه بارد جدا جدا، والناحية التانية حاطين سخان هواه سخن جدا جدا، وطبعا السجين موجود في النص. وفوق كل ده وفي وش السجين يروحوا جايين حاطين كشاف قوة اضاءته ممكن تنور شارع بحاله، لكن بيتعمدوا انه يحطوه في مواجهته عشان ما فيش واحد فيهم عينه تغفل او يدوق طعم النوم. المهم انه بعد ايام طويلة في المرار ده قرروا اخيرا انهم يحققوا معاه، او بمعنى اصح قرروا انهم ينفذوا خطتهم معاه. الخطه دي اللي اقترحها عليهم كان ضابط في جهاز الامن القومي الاسرائيلي او جهاز الشنبيت اسمه لؤي، كان عارف وواثق ان اللي تحت ايديهم عباره عن كنز استراتيجي من المعلومات. الضابط ده تحديدا كان شايف ان اللي زي مصعب ما ينفعش ابدا يستخدم معاه العنف. اللي زي مصعب كونه طبعا شاب 18 سنه وابن قائد من قاده حماس، انسب حل ليه غسيل الدماغ، اللعب على الدين والعقيدة والمصلحة. وبالفعل في يوم من الأيام تفاجأ مصعب هو موجود في زنزانته بأن في ضابط داخل عليه لابس الزي المدني بتاعه، عرفه بنفسه أن اسمه لؤي وأنه ضابط بجهاز الشنبيت، وكان فعلا ضابط أخبث مما تتخيل. كان أول سؤال يسأله المصعب قال له هو أنت مش ابن الشيخ حسن يوسف؟ طيب أخبار أبوك إيه في السجون الفلسطينية؟ يا ترى السجون الفلسطينية أحسن ولا السجون عندنا أحسن؟ أهو المرة دي يا عم مش إحنا اللي اعتقلناه ولا موجود في السجون بتاعتنا،
فلسطينيين زيكم هم اللي اعتقلوه. بس في سؤال، احنا مصعب لما بنقبض عليكم بيبقى ده عشان نحمي نفسنا، لكن يا ترى السلطة الفلسطينية لما قبضت على ابوك وقادة حماس والجهاد الإسلامي والشباب الفلسطيني، يا ترى بقى لما عملوا كده كانوا بيحموا مين؟ بيحموا نفسهم ولا كانوا بيحمونا احنا؟ وبعدين يا اخي انت مالك شاريهم بقلب جامد قوي كده ليه؟ صدقني الفلسطينيين كلهم ما يستاهلوش، لا السلطة اللي حبست ابوك ولا حتى حماس اللي انت منهم. فرد عليه مصعب وقال له، بس الموضوع لا ليه علاقة بحماس ولا ليه علاقة بالسلطة، انا ديني اللي بيحتم عليا ان ما تعاونش معاه. ايوه اهو دينك ده بقى هو نفسه الشماعه اللي انتوا بتعلقوا عليها كرهكم لينا. وبعدين يا اخي مش لما يكون دينك هو الدين الصح، مش لما يكون دينك خايف عليك فعلا، هو في دين في الدنيا يقولك تستحمل كل التعذيب ده عشان خاطر جماعه زي حماس؟ ده ابوك نفسه القائد والمثل الاعلى بتاعك في حماس. في يوم من الايام لما هيخرج من السجن هنتلم كلنا ونقعد على ترابيزة مفاوضات واحدة، وابوك هيبقى قاعد معانا وهنوصل لحل سلم يرضي كل الاطراف. بالنهاية مفيش حد هيبقى ضحية لكل اللي بيحصل ده غير اللي زيك انت. في نفس الوقت لو انت بصيت بعينيك هتلاقي ان السلطة بتاعتك حبست ابوك عشان خاطرنا احنا. يا مصعب احنا اللي صح مش انتوا، احنا لا بنقتل بعض ولا بنغتال بعض ولا بنسجن بعض عشان خاطر حد ولا عشان خاطر اي جهة. الغريب يا اخي ان انتوا اللي بتعملوا كل ده. وبص بعينيك وشوف السلطة الفلسطينية حبست ابوك عشان خاطر ايه. وبعد ما خلص كلامه وقبل ما يمشي راح جاي مسلمه نسخة من الكتاب المقدس وقال له، انا عايزك وانت قاعد مع نفسك بقى تقرا الكتاب ده كله. هو مش ده كلام ربنا والقرآن بتاعكم برضو كلام ربنا؟ مع ان يا اخي هنا مفيش قتل لكن عندكم في قتل. الموضوع في غلط يا مصعب، فكر كويس جدا في كل كلمة قلتها لك، وانا وعدك انك لو غيرت تفكيرك وتعاونت معانا قعدتك هنا مش هتطول. المهم انه فضل وراه مرة ورا التانية ورا العشرة زي الشيطان، لحد ما بالفعل مصعب بدأ يصدق ويقتنع بكل كلمة قالها له الضابط الاسرائيلي، واتفق معاهم بالفعل على التعاون، ولكن كان له شرط واحد فقط، مفيش قتل. يعني اللي بلغكم عنه او اللي اقول لكم معلومة عنه عايزين تعتقلوه اهلا وسهلا، لكن قتل لا. وبالفعل وافق الضابط. وعلى سبيل التمويه استمرت مدة سجن مصعب داخل السجون الإسرائيلية 18 شهر، وده طبعا عشان يظهر قدام الكل كأنه قضى مدة عقوبته زيه زي أي معتقل تاني. وطول مدة الاعتقال وعملية غسيل المخ ما وقفتش لحد ما خرج من السجن يوم 1 سبتمبر سنة 1997، بعد ما خرج ما حصلش أي تواصل ما بينه وما بين له أي ضابط الشين بيت، للدرجة اللي خلته تخيل إنهم خلاص نسيوه. لحد ما في يوم من الأيام وتحديدا يوم 14 نوفمبر سنة 1997، وبناء على اتصال من الضابط الإسرائيلي، يحصل أول لقاء ما بين مصعب وما بين ضابط الشين بيت. وكان اللقاء ده داخل منزل أحد عناصر الشين بيت. وخلال أول لقاء ما بينهم لا كان في معلومات ولا تعليمات، كل اللي حصل إنه سلمه مبلغ مالي وقال له اشتري كل اللي نفسك فيه، اعمل بالفلوس دي كل اللي انت عايزه، ولكن إياك والغلط، اوعى تنسى إنك ابن قائد حماس عشان ما تثيرش أي شكوك حواليك. وتكررت بعدها اللقاءات ما بينهم أكتر من مرة، وفي كل مرة نفس الموضوع، لا معلومات ولا تعليمات. وفضل على الوضع ده لحد ما في يوم من الأيام ضابط الشين بيت بلغه إن والده خلاص كلها أيام وهيخرج من السجن، ومن لحظة خروجه من السجن الشغل هيبدأ. وعرف مصعب الطريقة والوسيلة اللي هيتواصلوا بيها مع بعض عشان يبلغوا بيها أي معلومة يعرفها، وخاصة إن الموضوع مش هيكون فيه أي مجهود على مصعب، لأنه كده كده في كل الحالات هو ملازم أبوه، وكده كده الكلام هيتقال قدامه، فكل المعلومات اللي هتتقال توصل للشين بيت. وكانت التعليمات لمصعب انه لازم يكون سريع جدا في توصيل المعلومة ليهم عشان بقدر الامكان يحاولوا يمنعوا اي عملية ممكن يتم تنفيذها. وخلال اللقاء ده والاول مرة اطلقوا عليه لقب الامير الاخضر، الامير لانه ابن واحد من قادة حماس، والاخضر ده لون علم حركة حماس. خلال الفترة دي كانت بدأت تحصل احداث حرفيا جننت الاسرائيليين، عربيات تتحرق، بساط يتم استهدافها، جنود إسرائيليين يتم إطلاق الرصاص عليهم، وكل ما يسألوا الشهود يبصوا يلاقوا الكلام كله عبارة عن رصة واحدة، ملسمين نفذوا العملية وما نعرفش عنهم أي حاجة. وبسبب كل اللي بيحصل استلم مصعب أول تكليف ليه بأنه لازم يعرف مين اللي ورا كل الأحداث دي. والحقيقة إن الموضوع بالنسبة له كان في منتهى السهولة، يدوب عدى يومين وراح جاي متصل على ضابط الشين بيت وقال له إن المجموعات اللي بتنفذ العمليات دي دايما بيترددوا على بيت واحد اسمه ماهر عودة، وماهر عودة ده يبقى رئيس الجهاز الأمن لحركة حماس، وإن أخطر اتنين في العناصر دي اللي بيترددوا على ماهر
واحد اسمه أحمد الغندور والتاني اسمه مهند أبو حلاوة. واتضح فيما بعد أن أحمد الغندور ومهند أبو حلاوة يعتبروا هما النواة اللي تشكلت بيهم كتائب شهداء الأقصى، وكانوا هما اللي بينفذوا العمليات لكن محدش يعرف عنهم أي حاجة. المهم أن جهاز الشنبيت أول ما وصلت له المعلومة وبعد 48 ساعة فقط، دبابة مركافة وصلت عند المبنى اللي هم موجودين فيه وقصفت المبنى ب20 قذيفة من عيار ال 120 ملي، ودي كانت أول جريمة يشارك فيها مصعب بنفسه. المهم يا سيدي إن خلال الفترة دي كانت بدأت تشتعل الانتفاضة الفلسطينية التانية في الضفة الغربية، وزادت الأحداث واشتعلت أكتر وأكتر بعد استشهاد الطفل محمد الدرة. طبعا مع اشتعال الأحداث كانت الاجتماعات تقريبا بتنعقد يوميا دون انقطاع ما بين جميع الفصائل الفلسطينية، وطبعا من بينهم الشيخ حسن يوسف. فكان الشيخ حسن يوسف ومن ثقته في ابنه، فكان باستمرار ابنه ملازم ليه، صديق وحارس وسائق وأمين على أسراره. فكان كل اللي بيحصل في الاجتماعات مصعب عارفه كلمة بكلمة وحدث بحدث، ياخد بقى المعلومات دي كلها ويروح يبلغها لجهاز المخابرات، مواعيد المظاهرات اللي هتخرج من المدارس، اللي هتخرج من المساجد، اي عملية هيتم تنفيذها، عملية استشهادية، اي حاجة يعرفها ما كانش بيبخل عليهم بيها. وعلى كده يا سيدي من الاحداث لحد ما وصلنا اليوم 27 مارس سنة 2001. اليوم ده في شاب فلسطيني اسمه ضياء محمد حسين الطويل، خد بعضه وراح جاي طالع على مكان اسمه التلة الفرنسية في القدس. أول ما وصل لمح بعينيه تجمع كبير من الإسرائيليين، راح جاي داخل وفي وسطهم مفجر نفسه، وكانت النتيجة أنه اتصاب 29 إسرائيلي، ودي كانت أول عملية استشهادية في انتفاضة الأقصى. وقفت على كده؟ طبعا لا، تاني يوم مباشرة اللي هو 28 مارس 2001 تتنفذ العملية التانية في موقف بساط، في نفس اليوم بالليل تتنفذ العملية التالتة في محطة بنزين، وتوالت بعدها العمليات التالتة ورا الرابعة ورا العاشرة لحد ما وصلنا اليوم 1 يونيو سنة 2001 الساعة 11:30 مساء. مجموعة كبيرة من الشباب الإسرائيلي كانوا متجمعين قدام مكان اسمه ديسكو دولفين، وهم واقفين جه شاب فلسطيني اسمه سعيد الحوتري. أول ما وصل وقف ما بينهم شد الحزام، في ثواني كان المكان كله اتقلب جحيم. تاني يوم مباشرة الصحف الإسرائيلية ما وصفتش اللي حصل إنه مجرد عملية استشهادية، حرفيا وصفته إنه مجزرة، لأن نتيجة اللي حصل كان مقتل 21 وإصابة 132 دفعة واحدة، ودي كانت المرة الأولى اللي يبقى فيها عدد كبير جدا كده من الإصابات. وقتها برضه كلفه مصعب إنه لازم يعرف مين اللي ورا الهجمات دي. مصعب وبعد ما استلم التكليف وخلال كام يوم قدر إنه يعرف إن ورا كل اللي بيحصل ده واحد اسمه أحمد البرغوثي، وشهرته أحمد الفرنسي، وكان أحمد الفرنسي هو المساعد لمروان البرغوثي. وأول ما عرف المعلومة راح جاي مبلغها لجهاز الشنبيت، بعدها بأيام مباشرة تم إلقاء القبض على أحمد الفرنسي. وعايز أقول لحضرتك إن من لحظة اعتقاله في 2001 والحد النهاردة مازال موجود في السجن بعد ما اتحكم عليه ب 13 مؤبد و50 سنة سجن. طيب هل بعد الخيانات اللي حصلت دي كلها توقفت العمليات؟ أبداً. اللي حصل ان يوم 9 اغسطس سنة 2001 الساعة 2 الظهر بالظبط عند محل شهير هناك اسمه بيتزا سبارو، المحل ده كان موجود في تقاطع ما بين الملك جورج مع يافا، وكان دايما المحل ده قدامه زحمة كبيرة جدا. فجأة يجي شاب فلسطيني اسمه عز الدين سهيل المصري يروح جاي وقفلك وسط الزحمة دي كلها ومفجر نفسه، وكانت النتيجة مقتل 15 وإصابة 130. طبعا بعدها قامت الدنيا في تل أبيب وما عادتش، دي كارثة، وخاصة إن لسه الحادثة بتاع الدولفين ما عداش عليها أسابيع. مصعب أول ما استلم تكليف العملية دي عرف إن ورا اللي حصل ده واحد اسمه عبد الله البرغوثي، وكان مقيم عند واحد قريبه اسمه بلال البرغوثي. وبعد ما عرف المعلومة ووصلها لجهاز الشنبت وخلال ساعات فقط في نفس اليوم تم القبض على الاثنين. وعايز اقول لحضرتك ان عبدالله البرغوثي واحد من اقدم السجناء اللي موجودين داخل السجون الاسرائيلية. خد بالك مش عايزك تنسى السياق اللي حكيته لك في بداية الحلقة عن عملية غسيل المخ اللي اتعرض ليها مصعب داخل السجن، واللي كملت معاه لحد ما فعلا خرجت قناعاته عن الإسلام تماما. في الوقت ده اتعرف على بنت اسمها سارة وقرب منها جدا، ودي اللي كانت من ضمن الأسباب الرئيسية في إنه يتم تعميده بشكل سري. نرجع بقى مرة تانية لخط الحلقة. في نفس الشهر يوم 28 أغسطس سنة 2001
تيجي طيارة هليكوبتر وتروح جاية ضربة صاروخين على مكتب واحد اسمه أبو علي مصطفى، وكان أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. بعد اللي حصل ده كانوا الإسرائيليين على يقين إن الرد الفلسطيني جاي جاي، وفعلا ظنهم وانتظارهم كان في محله. اللي حصل إن يوم 27 أكتوبر سنة 2001 كان وزير السياحة الإسرائيلي اسمه رحبام زائفي. الراجل ده كان موجود في الزيارة عند فندق اسمه هايات على جبل المشارف في القدس. يدوب أول ما دخل الفندق وخلال دقايق وصلوا 4 فلسطينيين مسلحين وراحوا جايين قاطعين له تذكرة طريق واحد رايح ومش جاي. ولعلم حضرتك الوزير ده شخصيا بعينه واحد من ضمن الوزراء اللي كانوا بيقولوها بشكل علني وبيطالبوا ان لازم يتم التضييق على 3 مليون فلسطيني موجودين في الضفة الغربية وفي غزة عشان يتم ترحيلهم طواعية للدول العربية، عشان حضرتك تعرف وتتأكد ان الموضوع من زمان مش من دلوقتي. نفس الوزير ده اللي سبق قبل كده ووصف الفلسطينيين بانهم حشرات وسرطان لابد من التخلص منه. الكارثة ان بعد كل اللي بحكيه لك ده مصعب كان هو السبب الرئيسي في تسليم اللي نفذوا العملية دي، ولك أن تتخيل أن توصل بيه درجة الخيانة والندالة والخسة. كان يوم من أيام شهر مارس سنة 2002 وهو طبعا موجود في بيته اللي هو بيت والده، في 2 جم وسألوا على الشيخ حسن يوسف. لما عرفهم أن هو مصعب ابن الشيخ حسن يوسف، الاثنين دول عرفوا بنفسهم أنهم 2 استشهاديين جايين من الأردن ضمن مجموعة مكونة من 5 استشهاديين، وقالوا له أنهم جايين بتعليمات من الأردن أنهم أول ما يوصلوا يسألوا عن بيت الشيخ حسن يوسف، وطلبوا منه انهم عايزين مكان يداروا فيه وفي نفس الوقت يداروا العربية اللي معاهم اللي مليانة قنابل ومتفجرات. مصعب راح جاي واخدهم بالعربية اللي معاهم وراح على جراج قريب من البيت وحطوا العربية هناك، وراح جاي اصطحبهم هم شخصيا وداهم على مكان فهمهم ان هو هيداريهم في المكان ده. طبعا بعد ما خلص الكلام ده كله وفهمهم انه عامل معاهم الواجب والزيادة شويتين، راح جاي واخد بعضه وطالع على ضابط المخابرات ومبلغه بكل اللي حصل. طبعا كان القرار من الشين بيت انه لازم يتم القبض عليهم، لكن كل الخوف او القلق وقتها ان دول استشهاديين، يعني يجوز جدا وهم قاعدين رابطين الاحزمة الناسفة حوالين وسطهم لو حسوا باي حركة او اي هجوم عليهم هيفجروا نفسهم باللي داخل يقبض عليهم. فما كان من الشين بيت غير انهم سلموا مصعب جهاز تنصت او تجسس وطلبوا منه انه لما يروح لهم مرة تانية يزرع الجهاز ده في الغرفة اللي هم موجودين فيها. مصعب خد منهم التعليمات وما كدبش خبر، وفعلا زرع جهاز التجسس في الغرفة. كانت وظيفة الجهاز ده انه يرصد لك حتى دبة النملة اللي بتحصل حواليه، اي صوت اي حركة تتسمع. وبالفعل اول ما تأكدوا انه كلهم راحوا في نوم عميق جدا، قوة من القوات الخاصة الإسرائيلية هجموا على المكان وقبضوا عليهم كلهم ما عدا واحد. الواحد الخامس ده حاول ان هو ينط من الشباك ولكن ضربوا عليه النار ومات. وركز معايا بقى في الحركة الخبيثة جدا اللي حصلت في الموقف ده. الأربعة اللي اتقبض عليهم، بعد ما اتقبض عليهم ففي واحد منهم نطق بلسانه وقال ان مصعب ابن الشيخ حسن يوسف خاين وعميل لإسرائيل وهو اللي بلغ عننا. طبعا الشين بيت كان لازم يعالج الموضوع عشان يغطي على الجاسوس بتاعه وما يتكشفش، فيعملوا ايه؟ الشخص اللي نطق وقال ان مصعب جاسوس اخدوا الشخص ده وافرجوا عنه وسمحوا له كمان انه يسافر للاردن. بعد ما سافر التلاتة زمايله التانيين اللي موجودين في السجن بقى عندهم القناعة التامة ان صاحبهم الرابع ده هو اللي بلغ عنه، لان كده كده كلهم اتقبض عليهم وفي نفس الوقت ومتلبسين والمتفجرات معاهم، فمعنى ان تلاتة بس يتحبسوا وواحد هو اللي يطلع منهم، إذن الواحد ده هو الخاين اللي فيهم. وخرج مصعب من الموضوع زي الشعرة من العجين، وما وقفتش خسته وندلته على قد كده ولا حتى على قد الناس اللي تسبب في انهم يتسجنوا عمرهم كله داخل السجون الإسرائيلية، ولا حتى في العمليات اللي كان بيتسبب في فشلها. وصلت به الخسة والندالة انه يكون سبب في استشهاد 3 من أقرب الأقربين لأبوه، واحد اسمه صالح تلحمي وتاني اسمه سيد الشيخ والتالت اسمه حسنين رمانة. التلاتة تم استهدافهم في غارة واحدة، حتى ان ابوه نفسه مسلمش من اذاه، وحاليا هو اللي بيطالب الاسرائيليين انهم يستهدفوا ابوه او انهم يصفوه لو ما تمش الافراج عن الاسرى اللي موجودين عند حماس. المهم يا سيدي انه استمر في مسلسل الخيانة ده لحد سنة 2006، لحد ما قرر انه يكلم الشين بيت وطلب منهم انه عاوز يتوقف عن العمل معاهم تماما ويعمل لجوء سياسي للولايات المتحدة الأمريكية. في البداية طبعا كانوا رافضين رفض تام، ولكن بعد إلحاح شديد منه وافقوا، وسافر مصعب للولايات المتحدة. سافر وسايب وراه تاريخ من الخيانة والذل والعار.
سايب وراه الحزن اللي ورثه لأمه والأبوه، سايب وراه أبوه اللي خرج علانية سنة 2010 وأعلن قدام الجميع أنه بيتبرأ من ابنه بعد ما تأكد من خيانته. اللي زي مصعب وغيره بخياناتهم وخستهم وندلتهم لو ما كانوش موجودين كان حاليا والعلم عند الله كان في حاجات كتير جدا اتغيرت. ولكن برضو أرجع وأكد وأقول إن مصعب واللي زيه لا يمثلوا إلا أنفسهم، لا بيمثلوا بلدهم ولا دينهم ولا أهلهم. وفي النهاية نسأل الله العفو والعافية، ودعواتنا لله سبحانه وتعالى: اللهم نصرك الذي وعدت، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.